سهرات ليالي الكازيف. اليوم راح تكون السهرة متنوعة ومتميزة، راح يكونوا معنا فنانين كبار وفنانين صغار، منهم الشاب توفيق وفيصل الصغير، وكذلك راح تكون حاضرة معنا نجاة الصغيرة وبالخير. راح نخليكم مع هذه الأجواء ومشاهدة ممتعة. احنا بمسرح هوائية تلقى الكازيف، وين راح تعيشوا معنا اروع، نقول عليها سهرة متميزة، مادام عندنا جمهور متميز ورائع اللي هو جمهور الكازيف. شكر موصول لكل نجوم الفن الجزائري وكل ضيوفنا اللي حضروا معنا في مهرجان الصيف الموسيقي، حضروا معنا هنا على خشبة كيلو للنيل هنا. شفناك عندك بزاف وانت غائبه على الساحه الفنيه، احكي لنا يعني السبب، واحكي لنا سبب الرجعه تاعك تاني. نورتي الجمهور، الجمهور كابابل توحشك وتوحش طلاتك الفنيه. يسلمك العزيزه الغاليه. شوفي انا كنت جبت وقت باش نخدم حاجه مليحه اللي تزيد لي في الرصيد، يعني في الرصيد الفني تاعي. حبيت نخدم حاجه مليحه اللي نرجع بها للساحه، وان شاء الله دوكا ان شاء الله ديما يشوفوني ان شاء الله الجمهور العزيز الكريم. تسمع هكا نقدر نقولوا بلي نجات راهي موجوده مفاجاه للجمهور، تحكي لنا على المفاجاه اللي راهي موجدتها شويه ولا مازال؟ معليش ان شاء الله في الطبع النيلي وفي الطبع الشاوي ايضا مع الفنان مالك، نوجه له تحيه كبيره، والفنان زهير الشاوي ايضا في الطبع النيلي، وثاني غنية على الأم في الطبع النيلي يعني مع الفنان يحيى النيلي، نوجه له أيضا تحية كبيرة من هذا المنبر. كلمة أخيرة للجمهور اللي تلقى بك اليوم، واش توجهي له رسالة؟ نقول لهم مرحبا بكم وفرحانة كي شفتكم، وإن شاء الله ديما نقعد مزهيدكم هكذا، وشكر خاص يعني ليهم والعائلة والناس اللي تحبنا اللي راهي متواجدة معنا. وش رأيك في سهرة اليوم مع الجمهور؟ كيفاش كانوا الأداء؟ والله ما شاء الله، يعني فرحت والغاشي ما شاء الله، الله يبارك، يعني هايلة. احكي لنا شوية على الإطلالة تاعك اليوم، نجاتنا نشوفوا فيك منورة باللباس النيلي. الإطلالة تاعي من تصاميم محاسن حرز الله، نوجه لها تحية كبيرة وراي متواجدة معنا اليوم هنايا.
افيك شاب توفيق في سهرات ليالي الكازيف. شفنا باللي الكازيف كان غائب لمده 3 سنوات، تحكي لنا على تفاعل الجمهور اليوم في الحفله. اولا نشكر ديوان الثقافه والاعلام اللي استضافونا ودارونا في البرنامج، وان شاء الله اللي ما خدمش هذا العام يخدم العام الجاي ان شاء الله. وكاين بزاف فنانين والفنانات، واليوم تشرفت لقيت فنانين وفنانه صعيده الغواطيه ما شاء الله وبالخير. كما يقول لك الفنان لازم يخدم، لازم يتعب، لازم كيما انا عندي نوفو البوم ان شاء الله مازال ما تلقته اكتوبر ان شاء الله، عندي تري بون كليب، وعندي ثاني كان بروجي 5 شونتور خيرت من كل مناطق الجزائر قبائل شويه، كاين حاجه شابه ان شاء الله. وعندي لي رابور دو رابور افريكان سي دي سينيغالي اباري، عندي تري بون البوم راح نطلقوا ان كليب. اسمح يكونوا دي ديو واغاني افيك دي افريكان، هادو جنسيه سينيغاليه هذه هي. وانا توفيق كلمة أخيرة للجمهور اللي تلاقى بك اليوم. والله غير الجمهور ما نقدرش نقول لك دوك الكلمة الأخيرة، نقول لك الحين نبداو الكلمة الأخيرة فلاشن. وشنو نشكر قناة الحياة بارك الله فيكم، فت معاكم الحال لي ميساج تاعكم ما شاء الله. صرحان عليكم، مرحبا بكم، نشكر وزارة الثقافة والفنون على هذه تنظيم الحفلات واللي عطتني الفرصة باش نقدم لكم واش حبيت. يما جاء في البال نخطبوا وحدة بدوية، وزيد لها شوية قماش هذي حاجة رمزية بنتي ما تضربش اللي الشجرة صنعوا يد الفاس راي ماشية نابولي وين دايني راني لبابا بنتي بالباب وهي فرايا الشام الدوق اللي حكى الصلاة بكاش اللي سامي زالوا ما فاتني كلش يحضر ومني كاين عولو فايا انا داوت الوالدة حيتو عندي لينا يا بنت راجل الناس كاع مرحبا بك بالخير في سهرات ليالي الكازيف. عنده 3 سنوات هو غائب علينا، حكي لنا على اجواء الجمهور اليوم اللي كان حاضر معنا. جمهور شباب مليح، مرحبا به ومرحبا بنا عندهم. وسهرات الكازيف راهي معروفه في الجزائر، يعني عندها طابع تاعها الخاص، ورانا هنا اليوم معهم مع الجمهور تاعنا ان شاء الله نفرحوهم ويساووا معنا اوني لا توجور بالخير. يعني نشوفوا بزاف فنانين يعاودوا يحيوا الغناء القديم، يعني التراث تاعنا. واش رايك في هذه المبادره؟ صافي بليزير، هذه حاجه مليحه لي شان فنانين يعاودوا يشعلوا القديم. ما نيرو ماركيت ديجا لي شان الصغار فراهم يسمعوا القديم رجعوا ليه تفرح. صافي بليزير، حاجه نقيه حاجه مليحه. صافي يبقى دائما التاريخ تاعنا في التراث كاين ما يحبش. الجمهور تاع بالخير دائما يسنى الجديد تاعو، واش راهم وجدنا هاد الايامات ولا هاد الشهور اللي راهم جايين ان شاء الله؟ مو انا عندي لا شونسون ديال لا دانيال هذه اللي خرجت جديده تاع مبدلت خمامي ونسى اللي فات،
راهي طوندونس دروك اللي جا اللي يعرفوها الكبار الصغار، هذه هي جديد تاعي، وكاين جديد راه واجد في هذيك ان شاء الله يخرج بنا على ايامات ان شاء الله يكون في المستوى. كاين بزاف كوبلي من اغنيه جديده بدل تخمامي سن اللي فات يا قلبي مالك غير تتفكر بدل ذا الباب وهي فراوات اللي جا منه غير ريحة انكسر مكاش اللي ساني كي نبغي نهضر الوقت مازال وما فاتني وكل شي يحضر ومني كاين قولوا فاوات يعني كلامو اللي بيه تتحقر هذه بعد اللي شو صبر شكرا يعطيك الصحة بالخير. احكي كلمة أخيرة للجمهور اللي تلاقى بك اليوم. الجمهور تاعنا الجمهور الجزائري دائما مليح، يحب الامبيونس، يحب النشاط، يحب الفنانين تاع الجزائر، يعني الجمهور ما شاء الله يعطيه الصحه. ورانا هنا في الخدمه تاع الجمهور، حنا تحت الجمهور، تحت طلب الجمهور كما يقول لك، حنا كيما يحب الجمهور انا معاه. توحشك يا عمري بغيت نشوفك بك فيصل صغير في سهرة ليالي الكازيف بعد غيابها لمدة 3 سنوات، وشنو هو التفاعل تاع الجمهور؟ أولا نرحب بك ونرحب بكامل الجمهور اللي راهو يشوف فينا. راني فرحان، راني فرحان بعودة الكازيف، راني فرحان كي راني نغني في بلادي، كي راني نغني في الجزائر. الحمد لله بيان باسي، شفنا لي جان، شفنا الأمهات، شفنا بزاف فئات اجتماعية كانوا حاضرين. الكازيف العام هذا راهو توب جي توب. يعطيكم الصحة ديوان الوطني للثقافة والإعلام تاني اللي نحييهم على هذه المبادرة، وإن شاء الله كل عام ماشي غير العام هذا. شفنا فيصل بعد آخر أغنية قلبي في عشقك تاتوي. أيوة اللي في بامور. قل لي بعد هذه الأغنية فيصل راهو غائب شوية على الساحة الفنية. أنا غائب بزاف، عم يقولوا لي أني غائب، والله ماني غائب، كنا عندك تليفون يوم عم بلي شانسون. دونك أنا بعد لي في دلامور كان عندي زواج، زوجت الحمد لله. العاقبة للناس اللي مازالوا اللي راهم يشوفوا فينا واللي راهم متمنين الزواج، صافي درك عندي 8 موا روبوزيت شوية باسكو كان هرج بزاف في العرس ومورالمون كنت مانيش شويه. اما بالنسبه للموسيقى، الموسيقى تمشي في الدم، الموسيقى راني نرقد ونوض بها، صادير هذه ما نكونش غايب، بالك راني مخبي بصح مانيش غايب. باذن الله راح يكون كاين انتاج جديد، راح يكون كاين دي فيتشرينغ ثاني جدد، ماذا بينا نطوروا من الموسيقى تاع الراي، نطوروا من الراي تاعنا باسكو راهو قاعد غير يتطور الحمد لله. انا نشوفوا فئات شبانيه بزاف، راي رانا نتابعوا فيهم في اليوتيوب، ورانا نتابعوا فيهم في مواقع التواصل الاجتماعي الحمد لله. الراي راهو وصل لو غرو ماغريب، راهم يعاودوا فيه من ليبيا، من المغرب، من تونس. هذا شرف لينا وشرف للراي، وهذه هي ان شاء الله عن قريب السنوني الجديد تاعي راح يكون فلاشين يوتيوب تاعي. ومرحبا بكم. فيصل من غير فيصل الصغير واش يسمع في الطوموبيل كي يكون يصايب؟ في الطوموبيل شوف نسمع القديم راي تاعنا القديم، اما عندي نسمع ولا غير نسمع حسني، نسمع الراي تاعنا القديم، اما ثاني نسمع من المشرق بزاف، نسمع بزاف المشرق، ثاني نسمع خاوتنا توانسه، خاوتنا مغاربه. دونك باش يكون عندك اينيدي، باسكو الفنان لازم يكون يسمع كلش باش يقدر يعرف كلش. الموسيقى بحر امسي، وحنا رانا غير ندتشو الحمد لله، رانا في بلاصه مليحه، مي رانا مازلنا ما تعلمناش ومازلنا رانا نتعلموا. هذه هي كلمة أخيرة للجمهور اللي راهو مقابلك اليوم. كلمة أخيرة نشكر شعبنا ونشكر الشعب الجزائري، نوجه لهم تحية ونقول لهم خليونا اليد في اليد، باش يبقى بلادنا ديما الفوق، باش يبقى علمنا ديما طالع. تحية الجزائر، 1 2 3 في فالاجيري في القلب. مرحبا بك محاسن في سهرة ليالي الكازيف، كما شفنا أنك كنت يعني إطلالة مميزة للفنانة نجاة. أحكي لنا على تصميم النايلي، خاصة أن نشوفوا بزاف فنانين راهم يحيوا ويعودوا يحيوا التراث تاعنا. يعني الحمد لله يا ربي،
بدون يعني بكل تواضع، كنت الحمد لله أول من عصر الفستان النايلي ورجعوا البلاستو ورجع قيمته، هو يعني شغل تراثنا ولباسنا التقليدي ثقافتنا واسعة وكبيرة، يعني قد ما نحكوا عليها ما نشح نوفوها حقها. بصح الفستان النايلي الحمد لله يعني ولا توندونس ولا يحبوه الفنانين مطلوب جدا، والحمد لله كانت الفنانة نجات من الأوائل تاني اللي لبسوا لي الحمد لله، وكل الفنانين في الوطن وفي خارج الوطن لبسوا الفستان النايلي وصافي بليزير. هل يعني ما حسن تشوفي انه يلزم على الفنان انه يروج للباس التقليدي خاصه في المحافل الدوليه؟ انا هذه يعني كي درتي نقطه مهمه وقلتيها لي دائما نقولها هذه الكلمه، نقول انه الفنان احسن واكثر سفير للتراث الجزائري، لاش تلبسه باسكو هما مثلا المطربين مثلا كيما نجات ولا مثلا كيعيطوا لها في محافل دوليه ولا تروح بلباسها التقليدي تمثل جزائرنا تمثل تراثنا تمثلنا في غناها تمثلنا في لبستها في كل شيء، يعني هو الفنان احسن سفير لكل شيء جزائري للتراث الجزائري. نعطينا شويه تفاصيل على واش راكي مجدت لنا. يعني الحمد لله كانت المجموعه الاخيره باسم حيزيه، وهي قصة حيزية معروفة. أنا بسكرية. الله يبارك، أنا أيضا بسكرية. يعني هي وش نقولوا، كي نقولوا ولاد نايل، ولاد نايل جلفة، ولاد نايل لغواط، ولاد نايل بسكرة، سيدي خالد ولاد جلال، ولاد نايل مدية، يعني هي أكبر قبيلة عربية في إفريقيا ماشي في الجزائر فقط. يعني كي نقول لك ولاد نايل راهم تشمل كاع بوسعادة، تشمل كاع هاد المناطق، يعني رانا كامل يد وحدة، رانا كامل جزائريين، ونقول لهم ديروا اليد في اليد. ويعني قلت لك على الكوليكسيون جديدة راني نوجد إن شاء الله، يعني الحمد لله عندي الزوج تاعي ثاني بالبوات دو كوم، عنده بوات دو كوم، راح نديروا مهرجان إن شاء الله كبير يليق بالجزائر وقيمة الجزائر، بلادي كبيرة وتراثها عريق، إن شاء الله يعني نكونوا في المستوى، يعني حيكونوا فنانين من الخارج ودخل الوطن أيضا، إن شاء الله حيشمل اللباس التقليدي، الحلوية التقليدية، الأكل التقليدي، كل ما هو تراث جزائري، هو مهرجان للتراث والسياحة الجزائرية. اليوم نلقاكم غدا في آخر سهرات ليالي الكازيف على قناة الحياة تيفي.